الميتافيرس ايفنشولي. هلا يمكن عندنا في الاردن لسه الموضوع مش كثير مفعل، بس مثلا في دول زي زي الامارات العالم كلياته شغال على الميتافيرس وعلى الكريبتو كارنسي وعلى الان اف تي، وصاروا عم يشتروا زي عندكم بالستيتس عم يشتروا اراضي بالميتافيرس، وصارت مثلا نايك عملت شوز تلتبس بس من الميتافيرس، رولكس عملت ساعة تلتبس بس من الميتافيرس، والناس ار ليفينج ذس يونيفرس تو ذا ميتافيرس. فا ايفنتشلي حتى البراكتسينج تبع فارماسيز اول physicians all healthcare providers كله راح يتحول للميتافيرس. هذا I do agree with you انه this is the future and we have to be proactive and get prepared ونجهز حالنا لهذا الحكي. يمكن احنا لانه our generation مش متعودين على هذا الحكي، بس الجينيريشن الجديد طلع على 10 years old بتلاقيهم they're totally involved وهدول هم راح يكونوا زي ما حضرتك اتكرمت يكونوا هم دكاترة المستقبل اللي they are going to انهم يعالجونا احنا و they are ready for that and I totally agree. أنا I second دكتورة منال thank you so much على اللي قدمتيه. We're very proud of you. Your efforts are highly appreciated and highly يعني كتير تحترم ولازم تكوني رول موديل لكل الدكاترة وكل الهيلث كير بروفايدرز في العالم. أنا كنت بدي أحكي للدكتورة إيمان يعطيك العافية thank you so much for the beautiful presentation. أنا as a practicing community pharmacist I totally agree إنه ال FMR is a demand في الوقت الحالي. إحنا طول عمرنا pharmacist بيقدم counseling لل patient. وباي ذا واي هو مش بس عندنا في الأردن جديد، هو موجود all over the world جديد. يعني حتى من جديد ال FIP صار يحكي في هذا الموضوع، فهي we're going towards this direction مع العالم in parallel مع العالم كله. يعني شغلة بالنسبة للaccreditation تبع الفارماسيس، إذا حضرتك كنت موجودة في 2018 صار في launch لهذا الموضوع and it's by law it's mandatory. صار عندنا مانداتوري على أساس بس اللي أجل شوي موضوع الكورونا بس it's mandatory. هلأ كلنا إحنا جاهزين علشان نعمل we thank your effort to do an excellent job. يعطيكم ألف عافية. Thank you so شكراً much. دكتورة إيمان، أنا سألت دكتورة عمر وسألت دكتورة منال هل أنتم متفائلين في المستقبل القادم؟ بعدين يعني الآن بوجود خلينا نأخذ فرصة هاي الأونلاين كونفرنسز، يعني شو بدنا أبدع من هيك؟ دكتورة عمر دكتورة منال وحضرتك وزملائك في أستراليا كلنا عم نلتقي أونلاين، يعني حتى المحاكم الآن صارت تسمع شهادات أونلاين. ليش ما نطلع في المستقبل تشير نوليدج مع ال... وأنا يعني اقتراحي حتى الجامعة هون تو هوست أونلاين كونفرنس بموضوع التحديات المقبلة على موضوع تعليم الطب والأسنان والصيدلة. هذا مواضيع كتير جميلة والناس تحب تسمعها، حتى الميديا والإعلام والصحافة تحب تشارك فيها. متفائلة دكتورة إيمان في المستقبل في هذا الموضوع؟ يعني أكيد بما أنه هاي الدكتورة أكدت إنه إحنا في 2018 الـ Continuous Professional Development صارت obligatory على الـ Pharmacists in Jordan. طب ما هاي أهم خطوة في طريق الـ Positivity إنه يصيروا يجددوا معلوماتهم all the time. كل المهن الصحية. نعم. يعني كل المهن الصحية. برجع بقول maybe it needs to be a bit more structured من نفس learner من نفس pharmacist needs to be structured. كتير حلو يصير في عنا some sort of specialization accreditation that pharmacists that need to deliver extra services زي ما هو موجود in other countries around the world. Again ال JPA فاتحة إيديها لهذا الشيء. أنا أول مرة اتصلوا فيه من هلا صرنا بنحكي سنة ونص سنتين وبقولوا بنرحب بهاي الأيديا تولي 10 سنين من الأبحاث and I'm telling everybody in MMR بالأردن يا جماعة is probably more needed than any other country لأنه إحنا we're missing that family doctor cycle of helping our patient or diagnosing their problems etc.
يعني finally لحالهم they gave a call وعملنا a team and we're working towards making it a real service, a fact هنا بالأردن. فأنا هل متفائلة؟ طبعاً متفائلة. بعدين الحلو كلياتنا عارفين شو هو الصح. It's only a matter of putting it in place. كلياتنا هنا بالغرفة إلى الأخوات نعم الأخوان معانا across the countries من الـ US دكتور عمر أو دكتورة منال. We all know what needs to be done. Really. وهذا لحاله يعني it's the first huge step. We just need to finish the class towards where we want to be. دكتور عمر كأنه يعني حاسس عندك شيء تريد أن تضيفه. When I see a meeting like this one, where you have physicians, pharmacists, public health experts, leaders getting together, ويبحثوا عن مستقبل الطب في الأردن والمنطقة العربية, احنا وضعنا أصبعنا على المشكلة, ولما نحدد المشكلة إيجاد الأنسر, إيجاد الحلول إلها راح يصير. فأنا بالتأكيد متفائل جدا, وبالتأكيد بأيدك دكتور مؤمن عن ضرورة اجتماع لأصحاب الفكر رؤساء الجامعات أعمدة كلية الطب حتى نبحث موضوع تطوير التعليم الطبي والصيدلي والتمريضي في الأردن والمنطقة العربية كاملة. الفكرة اللي أنت حضرتك طرحتها تحتاج إلى كل الدعم, وإذا رغبت منا أي مشاركة اعتبرنا إحنا في صفك وعلى استعداد نقدم أي خدمات. شكرا دكتور عمر, وأكيد دكتورة منال يعني ضروري تكوني ليدر لتحريك مثل هذه التوصية بعقد يعني مؤتمر أونلاين, وهذا ما بيحتاج إلى كثير إعداد ومنظمين, وهذا إن شاء الله بيخلينا كلياتنا مع بعض. دكتورة رنا, المؤتمر اللي حكيت عنه في سبتمبر حكيت عنه ومنال سجلت قبلنا. المؤتمر راح يكون في 15/9, وأنا ببعث لكم الديتيلز واللينك له. ياريت بعد لحظة الدكتور مؤمن, وأرجو أن تفزع إن شاء الله. هل تحكي شيء دكتورة رنا؟ ريم آسف. لا يعني it's quite an interesting discussion اليوم. إحنا بحكونا leaders in education, so we lead. إحنا الفيل تبعنا of education جاي في إشي بمس الناس يعني directly, لأنه بمس their own health. فإحنا yes we need to be good leaders with high ethics, I believe. Hopefully إذا بنعمل إشي in the future, أنا I would like إنه يكون في إشي يعني topic منيح ينعطى للإثكس يعني في ال healthcare system برضه, لأنه بنحتاجه actually. وأنا I agree with دكتورة إيمان ودكتورة منال, because يعني نجي نحكي attitude and ethics, يعني الكلمتين they go along يعني بطريقة رهيبة. أما بالنسبة إحنا بالنسبة إنا في الجامعة we included أصلاً course لجميع الطلاب اللي هو الأخلاقيات, يعني كل طالب بغض النظر إيش تخصصه بياخد كورس مساق في الأخلاقيات في اللاين تبعه, يعني الأخلاقيات للصيدلة, أخلاقيات للهندسة, مشان الأخلاقيات actually بتمس يعني كل القطاعات. Yeah, and في something that is very interesting دكتورة منال, مع أنه أنت associated with the UN, في UNODC عملوا كمان university modules that include the ethics and integrity, which is يعني أنا يعني كتير حابة هاي الموديول, but I don't know how to implement it. يعني بدها شوية لسه تفكير, ويعني تعرفت عليها لما صار الفانديميك, تعرفت على الموضوع أو يعني اكتشفت الموضوع لما صار الفانديميك. فكمان
it's worth يعني إنه الواحد to discuss هاي point كيف يقدر to implement such a thing في قطاعنا ك education وك healthcare later on يعني healthcare provider. صحيح الآن شارفنا على وقت المغرب ويمكن في أسئلة إذا كان في أسئلة هون كثير إذا في شايفينهم تشملونا بالدورة نعم شهر 9 يعني في ناس من الحضور حابين يشتركوا في الدورة اللي هي في شهر 9 وأيضا يعني هاي يعني أكثر من مطلب فإن شاء الله رب العالمين دكتور عمر بودينا المعلومات واللينك وأنا بوزعه على الجميع إذا نسأله على التليميديسن راح يوردينا إياه هلأ عم يحكي تلفون بنشكركم جميعا بنشكر دكتورة منال أتحفتينا اليوم وقديش كنت أنا متوقع أنه عندك من العلم لكن اليوم خلطتي بالإنسانية وخلطتي بالحماس والبوزيتيف إنرجي فمتحمس أكثر أن نلتقي في لقاءات علمية نتبادل فيها الرؤى إن شاء الله والدكتور عمر يبدو أنه إجا اتصال خارجي بطل يعني يتواصل معنا هلأ فبنشكركم جميعا ونتمنى أنه الدكتورة إيمان تحقق الأمنية ونعمل إشي لكليات الطب أو معلمين الطب في كل مستقبلات رؤى مستقبل التدريس والأخلاقيات والتحديات كيف نتخطاها ووجود الأونلاين كونفرنسز هذا بيهيئ لنا الفرصة تكون أسرع شكرا لكم جميعا دكتورة منال شكراً شرفت بوجودي معاكم وكاونت مي إن مثل ما يقولون أي نشاط مستقبلي بأي صورة كانت المملكة الأردنية الهاشمية لها مكان يعني خاص جداً في قلبي فاللي تامرون عليه أنا معاكم تسلمي دكتور عمر كان في مطالبات كتير لناس يشاركوا في مؤتمر سبتمبر بس كان معك تلفون ما سمعت عنه فمننتظر منك اللينك عشان نعممه على الجميع وشكرا لكم وان شاء الله المستقبل جاي ولقاءاتنا راح تستمر شكرا سيدي شكرا مع السلامه الله